أنا اسمي مجدي عبد الله الخطاب، أستاذ ورئيس قسم التعليم الإرشادي في كلية الزراعة جامعة اسكندرية. إن شاء الله تعالى أقدر أعكس لحضراتكم قدر كبير من خبراتي في إطار التواصل والتفاعل بين الأفراد بعضهم البعض. ما أحوج مصر هذه الأيام إلى إن الناس تفهم وتعي معنى كلمة تواصل، وتعي معنى كلمة كوميونيكيشن أو اتصال. لكن الاتصال أساليبه مختلفة وطرقه مختلفة، لكن من أهم طرق الاتصال اللي بنفتقدها في مصر في التواصل مع الآخر هي ما يسمى بالديالوج. الديالوج ده في اللغة العربية يقولوا عليه الحوار. الإفكتيف ديالوج أو الحوار الفعال بيننا وبين بعضنا، للأسف الشديد إحنا بنعاني مشكلة كبيرة جدا في هذا الموضوع. فحينما نتحدث عن التفاعل والتواصل مع أي جماعة أو جمهور، في الحقيقة إحنا لا نتفاعل ونتواصل معاهم إلا من خلال ما يسمى بالحوار. وبناء عليه هتبقى محاضرتي النهاردة مع حضراتكم مركزة على معنى الحوار وآداب واستراتيجيات الحوار. لكن قبل ما نخش في التفاصيل، الحوار مش وسيلة اتصال، مش وسيلة للاتصال ما بين الناس. الحوار في حد ذاته عملية تعلم، يقولوا عليها بالإنجليزي learning process. يعني بالعربي كده وبالبلدي كده كله فوائد. حينما تفهم كيف تتحاور مع الآخر، حينما تفهم آداب واستراتيجيات الحوار، بتتعلم، وبتتعلم تعلم يصعب عليك إنك تحصل عليه من خلال الكتب أو من خلال المدارس بأشكالها المختلفة أو حتى من خلال الجامعات. فعلى الرغم من إن عملية التعليم في هذه المنظمات الرسمية، المدارس والجامعات وخلافه، يجب أن تنهض بشكل أساسي على الحوار، إلا إن في دول العالم الثالث ومنها مصر، للأسف الشديد بنفتقد لعملية الحوار في خلال منظومة أو من خلال منظومة التعليم اللي احنا موجودين فيها. فإذا أضفت إلى هذا إن الأسرة في حد ذاتها والتربية والنشأة الاجتماعية بتاعتنا ما بتنهضش على فكرة الحوار ما بين أفراد الأسرة الواحدة، هتجد إن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في هذا الموضوع. أنا النهاردة أحاول بقدر المستطاع أوصل لكم ولو قدر بسيط جدا عن هذا الموضوع، وهو في أساس عملية التواصل والاتصال والتفاعل مع الآخر، سواء هذا الآخر فرد أو جماعة أو جمهور. لكن خليني أبتدي معاكم بإحنا هنتكلم عن إيه النهاردة. أول حاجة لازم نفهم أهمية إن إحنا نبقى منصت، نبقى منصتين جيدين. هنتكلم على الإنصات كقضية حاكمة في عملية الحوار. خد بالك من الكلمة قضية حاكمة، يعني بدون إنصات لا يوجد حوار. هنتكلم على دور التجربة والحوار في تصحيح الخطأ البشري. هل يمكن من خلال الحوار والتجربة المقرون بالتجربة نصحح أخطائنا البشرية؟ المهارات الاتصالية الأساسية اللي بنعيش بيها إيه هي؟ وبعدين هنخش في الفرق بين الحوار والعمليات الاتصالية الأكثر شيوعا واستخداما في حياتنا، وبعدين هننتقل لمفهومه وعلاقته بعملية التعلم، فلسفته وأهدافه وآدابه، وأخيرا استراتيجياته. دي العناصر اللي هنمر فيها مع بعض بإذن الله تعالى. تعالوا بقى نتكلم شوية. في دراسة حديثة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، أنا آسف بعض السلايدز هتبقى باللغة الإنجليزية، هنشرحها بالعربي. الدراسة دي هتكون عنوان اللي قدام حضراتكم ده Is your listening record better than this؟ يعني هل قدرتك على الإنصات، ابتدي بالإنصات أهو، أفضل من النتائج اللي هتيجي دي؟ جابوا مجموعة من المتعلمين وجابوا معلم
زي حالاتي كده، وقالوا له اتكلم مع الناس دي لمده ساعه وان اور، وحبوا يقيسوا الاثر الباقي عند المتعلمين نتيجه التحدث معاهم لمده ساعه 60 دقيقه، واحد واقف يتكلم مع مجموعه من الناس. وجدوا النتيجه مدهشه جدا. وجدوا ان تقريبا نص الوقت، يعني 30 دقيقه اوت اوف ان اور من الساعه، الناس اللي قاعده ما بتسمعش اللي بيتقال. ما بيسمعش. خد بالك، مش ما بينصتش، ما بيسمعش اصلا. لان في فرق بين الهيرنج والليسننج. ولذلك سبحان الله الايه القرانيه اللي بتقول ايه؟ ها؟ اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا. و يبقى الاستماع حاجه والانصات حاجه ثانيه. لكن الاستماع يجي قبل الانصات. هنا ال 30 دقيقه دول بيطيروا، الناس ما بتسمعش اصلا. طب ما بتسمعش ليه؟ عوامل كتيره جدا. منها حاجة بيسموها عوامل داخلية، ومنها حاجات تانية بيسموها عوامل خارجية. عوامل داخلية يعني ايه؟ يعني من داخل الفرد. يعني لو حضرتك جيت قعدت معايا هنا في هذه المحاضرة، ولا قدر الله حصل بينك قبل ما تيجي وبين زوجتك مشكلة كبيرة جدا، هتيجي قاعد والانترنال فاكتور ده، العامل الداخلي ده مسيطر عليك، وعمال تفكر في اللي حصل بينك وبين زوجتك، فما تسمعنيش. خلاص؟ ده مثال. عوامل خارجية زي ايه؟ عشان مش هنخش في التفاصيل كتيرة. لو احنا قاعدين مع بعض هنا، ها؟ والبيئة اللي احنا قاعدين فيها، الليرنينج انفايرمنت دي، بيئة التعلم، بيئة غير صحية، غير مناسبة. حرارة مرتفعة جدا، الكرسي اللي قاعد عليه مش مريح. خلاص؟ المحاضر حتى اللي بيتكلم مش عارف اتواصل معاه، وفي مشاكل كبيرة جدا في التواصل معاه وخلافه، ده هيؤثر على قدرتك على الاستماع لما يقال. لو احنا قاعدين هنا، وزي ما بنشوف الايام دي كتير قوي، قامت مظاهرة ولا مسيرة بره، وسمعنا هدافات رهيبة جدا ومشاكل خطيرة جدا بره، كل ذهننا هيروح للعامل الخارجي، وننفصل عن واقع الموقف التعليمي اللي احنا فيه وما نستمعش. حبوا يقيسوا الاثر الباقي في ال 30 دقيقه اللي الناس سمعتهم. خدوا بالك، وجدوا النتيجه اكثر ادهاشا. وجدوا ان نصهم تقريبا، يعني 15 دقيقه من ال 30 دقيقه اللي احنا سمعناهم، از لاست، بنفقدهم. ليه؟ لان ما بنفهمهمش. النص بنفهمه والنص ما بنفهموش. اوعى تفتكر وانت بتتواصل مع حد وانت بتكلمه معنى انه باصص لك، ها، ومستمع اليك كده ويهز دماغه، ان هو فاهم انت بتقول ايه. دي قصه تانية خالص. خلاص؟ فنص ال 30 دقيقه اللي سمعناهم فعلا نصهم بنفهمه، والنص التاني ما بنفهموش. لما حبوا يقيسوا الاثر الباقي في ال 15 دقيقه اللي فاضله، وجدوا تقريبا ان نصهم بيروح ليه؟ لان نص اللي بنسمعه وبنفهمه وي دونت بيليف. يعني ايه وي دونت بيليف؟ لا نعتقد في اهميته بالنسبه لنا. انا مالي ومال الكلام؟ ايه علاقتي بالكلام ده؟ الراجل ده بيتكلم في وادي واحنا في وادي تاني خالص، احنا لن نستفيد من هذا الكلام في شيء. تخيلوا بقى لما انا اقعد اتكلم معاكم 60 دقيقة، تطلعوا انتوا في 7 دقايق ونص سمعتوهم وفهمتوهم وتعتقدوا في اهميتهم بالنسبة لكم. لما قاسوا بقى الاثر الباقي في ال7 دقايق ونص دول، وجدوا النتيجة المذهلة، ان نصهم تقريبا بيضيع. ليه؟ لان احنا بنتذكر في الاخر النص وبننسى النص التاني. وبعد فترة من الزمن لو ما مارستش وطبقت اللي انت سمعته وفهمته، بيطير. يبقى انا قاعد اتكلم معاك 60 دقيقة عشان تطلع انت في النهاية ب 3.75% دقيقة سمعتهم وفهمتهم
تعتقد في أهميتهم وتقدر تتذكرهم. السؤال المهم، ليه بيحصل ده في الاتصال؟ أو إمتى يحدث هذا في الاتصال؟ عايز أسمعكم بقى. المحاضر نفسه أيوه. المحاضر عنده القدرة إن هو يجذب الأفراد أو يدي أهمية للموضوع اللي هو بيقوله. أنا ممكن أنا داخل دي واحد، ده عامل رئيسي مهم جدا، كفاءة وفاعلية المتحدث لها تأثير السحر في المتعلمين. طب كفاءتي وفاعليتي بتيجي من ايه وانا بتكلم مع الناس؟ بتيجي من ثلاث حاجات، من الكلام اللي بقوله، يقولوا عليه بالانجليزي السبوكن ووردز، كلمات المنطوقه، وبتيجي من الفويس، من الصوت بتاعي، وبتيجي من البادي موفمنت، من الايماءات والحركات اللي بستخدمها. الثلاثه دول مع بعض هما اللي بيأثروا في المستمع. لما درسوا الثلاث عوامل دول وحبوا يشوفوا كل واحد بيأثر بقد ايه، وجدوا ان 7% فقط من تأثير فعالية او التأثير في فعالية وكفاءة الاتصال يرجع للكلام اللي بتقوله. لكفاءتك في استخدام صوتك. يبقى 24 واحد و7 كام؟ يبقى كام؟ 69% لإيماءاتك وإشاراتك وتعبيراتك اللي بتستخدمها. يبقى أنا وأنا بتصل بيكوا دلوقتي ما بتصلش أصلا بالكلام اللي بقوله. عشان كده الجماعه الاجانب بيقول لك it is not important what you say, it is more important how you say it. مش مهم هتقول لي ايه، لكن الاهم هتقوله ازاي. هتقوله ازاي دي يعني كفاءتك في استخدامك لصوتك وتعبيراتك وايماءاتك وحركات جسمك. خلاص، يبقى مهم جدا ان احنا نفهم الكلام. يبقى انا لما بتصل بيك ما بتصلش بالكلام المنطوق ده، مش مهم، مش قصتنا. القصه الاساسيه كفاءه الصوت والبادي موفمنتس بتاعتك. اي متصل ما يفهمش الكلام ده ويعرف يكسب مهارات تحسن صوته وتحسن ايماءاته واشاراته والبادي موفمنتس بتاعته، عمره ما ينجح كمتصل. يبقى وانت بتتفاعل مع جمهور ايا كان الجمهور لازم تفهم القصه دي كويس قوي. ده سبب من الاسباب الرئيسيه. السبب الثاني المهم جدا، ان عندنا في الكوميونيكيشن او في الاتصال نوعين مهمين جدا بالاتصال. واحد يقولوا عليه بالانجليزي الوان واي كوميونيكيشن بروسيس، الاتصال في اتجاه واحد. عندي حاجه اللي هي الرساله بنقلها مني لكم وانتوا تستقبلوها. ده one way communication. لكن هذا النوع من الاتصال مش فعال يجيب النتائج اللي انتوا شايفينها دي. انما الاتصال الفعال اللي احنا نقصده it's two way communication process، عملية اتصال في اتجاهين. انا عندي حاجة انقلها لكم وانتوا تستقبلوا وبعدين ترجعوها لي تاني. في صورة ايه؟ في صورة تساؤل، في صورة استفسار، في صورة تطبيق، في صورة تكليف بكلفكم بيه. صور مختلفة جدا. يبقى فعالية الاتصال تحدث في الاتصال من اتجاهين. يبقى لازم المتعلم او الشخص اللي بتفاعل معاه يبقى ناشط معايا. ما اعتمدش بس ان انا اوصل له اللي انا عايز اقوله. ها؟ لكن لازم اتاكد ان اللي انا عايز اقوله له ده وصلوا بالمعنى اللي انا اقصد اوصله له بيه. ودي قصه كبيره اللي هو بيسموه الكومن اندرستاندينج، الفهم المشترك. ايه اللي بيسبب سوء الفهم ما بين الناس؟ ان احنا بنفتكر طالما نقلنا الرساله يبقى خلاص
عملنا اللي علينا. لا، ده انت لازم تنقل وتنتظر في خلال عملية الاتصال وتاخد وتدي مع اللي قدامك للدرجة اللي توصل بيها انت وهو للفهم المشترك لمعنى الرسالة. حبوا يتأكدوا من العملية دي، عملوا تجربة بسيطة جدا. It's a science، هذا علم. جم لمجموعة زي حضراتكم كده وجم لأول واحد قالوا له اكتب جملة من 5 6 كلمات. كتبها في ورقة. قالوا له انقلها للي جنبك في ودنه. فقالها له. وقالوا اللي جنبك انقلها للي بعده، وانقلها للي بعده، وانقلها للي بعده، وانقلها للي بعده، لحد ما جت لآخر واحد. قالوا الجملة اللي أنت سمعتها من آخر واحد اكتبها. راح كاتبها. لما جبنا الجملة المكتوبة اللي ابتدينا بيها وجابوا الجملة اللي انتهينا بيها، وجدنا ان الاتنين مختلفين تماما في الكلمات وفي المضمون، في الشكل وفي المضمون. ليه؟ لانها one way communication process. انما عشان تتفاعل صح تنقل وبعدين تستقبل. خلاص؟ لما تشوف فلان قول له ان الدكتور مجدي بيقول لك كذا 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 كذا، يروح يقول له اقابل فلان، اقول له قابلت فلان يقول لي اه. اقول له قال لك ايه؟ يقول لي قال لي ان حضرتك بتقول كذا كذا، قلت له اقول له لا انا ما قلتش كده. انا ما اقصدش كده. ويحصل الميس اندرستاندينج، سوء الفهم. انما لو انا بنقل من الاول اقول له ها هتقول له ايه؟ اقول له حضرتك بتقول، اقول له لا خلي بالك انا ما اقصدش كده، انا عايزك تقول له بالضبط كذا كذا، ها هتقول له ايه؟ اقول له كذا، ايوه هو كده. يوم يفهم ويبقى في كومن اندرستاندينج. خدوا بالكم العمليه دي. يبقى في عاملين مهمين جدا في الاتصال لازم نقف عندهم. العامل الاولاني هو كفاءه المتصل وفعاليته في استخدام الكلمات المنطوقة والصوت والبادي موفمنتس. دي يعني شيء لا يمكن حد يتكلم في الاتصال من غير ما يأكد على الكلام ده. النقطة الثانية هو انك تعتبر ان اتصالك ما بين الناس عملية مستمرة. اتصال في اتجاهين، تاخد وتدي، تاخد وتدي، تاخد وتدي، تاخد وتدي، لحد ما توصله للفهم الايه؟ المشترك. ليه بنقول الفهم المشترك؟ عشان ننتقل للنقطة اللي وراها بقى. أنت عشان تأثر في اللي قدامك، خد بالك، بتحتاج حاجتين. تجذب انتباهه واهتمامه. لن تستطيع أن تجذب انتباه واهتمام اللي قدامك إلا باللي أنا قلته ده. إذا جذبت انتباهه واهتمامه ضمنت في جيبك قبوله للرسالة اللي أنت قلتها له. القبول. لكن حتى هذا القبول، خدوا بالكم، له 3 مستويات من القبول. المستوى الأولاني يقبل الكلام على إنه كلام صح. والله الدكتور مجدي ده بيتكلم كلام صح. لكن المستوى الأعلى يقبل الكلام على إنه كلام صح ومفيد. والله الكلام اللي قاله الدكتور مجدي ده كلام صح وهيفيدني، في فايدة ليا. اللي المستويين دول قبول، لكن مش هم دول اللي بنستهدفهم من الاتصال. اللي بنستهدفه من الاتصال المستوى الثالث اللي هو ايه؟ والله الكلام اللي بيقوله الدكتور مجدي ده صح وهيفيدني، وايه؟ وهعمل بيه. يقولوا عليه بالانجليزي overt action، الفعل العلني. على عينك يا تاجر، هنفذ، هطبق. خلاص؟ عشان كده الصحابة رضي الله عنهم زمان كانوا يسمعوا الآية القرآنية ويحفظوها ويقعدوا يفضلوا يطبقوا فيها لحد ما تبقى سلوك.
احنا طول النهار مولعين القرآن بنسمع، لكن بننصت ونطبق قصة تانية، وإلا ما كانش ده بقى حلنا، صح ولا لا؟ فإذا مهم جدا ان احنا نفهم الكلام ده يا جماعة. نيجي لقضية الانصات. الانصات يعني listening، خلاص؟ اولا الانصات من اجل زيادة العلم والحلم. الانصات بيخليك تكتسب العلم وتكتسب في نفس الوقت الحلم. المقولة هنا المعروفة جدا اللي هي ايه؟ اذا جالست العلماء انصت لهم، واذا جالست الجهال انصت لهم، فانصاتك للعلماء اكتساب للعلم، وانصاتك للجهال اكتساب للحلم. شايفين؟ يبقى في كل الاحوال لازم ننصت. احنا ما بنتجاوزش الحقيقه ابدا لما بنقول ان الفرد اللي بيمتلك القدره على الانصات بينجح على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. على مستوى حياته الشخصيه بيبقى ناجح، وعلى مستوى حياته المهنيه بيبقى ناجح. 70% من الانشطه الاتصاليه الابحاث بتقول بين البشر، خدوا بالكوا، ميس اندرستود، بتفهم بطريقه خطا. 70% من الانشطه الاتصاليه ميس انتربريتد، يتم تفسيرها بشكل خاطئ. 70% من العمليات الاتصاليه يتم رفضها، ديستورتد، يتم الشوشره عليها، نوت هيرد، لا يتم الاستماع اليها اصلا. لو بصيت لدول كلهم هتلاقي اساسهم الليسنينج، والليسنينج زي ما هنشوف مهاره. It is a skill، مهاره تكتسب ويتم التدرب عليها. فمهم جدا ان احنا نفهم ده. المقوله الثانيه، راس الادب كله. عايز تشوف حد مؤدب؟ قمة الأدب عند هذا الإنسان وإنه يفهم ويتفهم وأنصت للمتكلم. الفهم والتفهم والإنصات إلى المتكلم هو رأس الأدب كله، قمة الأدب. خلاص؟ أنا قلت لكم إن الاستماع حاجة والإنصات حاجة تانية. طب إيه الفرق ما بينهم؟ عشان تفهم مبدئيا. الاستماع عملية طبيعية، physical process، عملية طبيعية لكنها سلبية. يعني ايه سلبية؟ يعني لا اتحكم فيها، وانا قاعد يعني كده وحواليا ناس بتتكلم اسمع الكلام غصب عني، مش كده؟ لكن الانصات مش كده. الانصات عملية طبيعية as well as mental process، عملية طبيعية ولكنها أيضا عملية عقلية. عقلي بيشتغل في الإنصات. عملية أكتف، نشط. عملية يمكن تعلمها، learning process. مهارة تكتسب. شايفين؟ يبقى في فرق كبير جدا بين الاستماع والإنصات. إذا عايز تتفاعل مع الناس لازم تفهم ده. طب ايه اللي بيفيدني من مهارات الانصات؟ الشخص اللي عنده مهاره الانصات، خد بالك، بيبقى شخص واحد قادر على التعلم المستمر، continued learning، تلاقيه باستمرار بيتعلم، وتلاقي التغير على شخصيته واضح، والتغير على اسلوبه وادائه واضح على طول لمجرد انه عنده مهاره الانصات. الشخص اللي عنده مهاره الانصات تلاقيه عنده مهارات التيم ورك، العمل الجماعي، ما تلاقيهوش اناني، ما تلاقيهوش فردي، تلاقيه يعمل في وسط جماعه بشكل فعال لانه عنده مهاره الانصات.
الشخص اللي عنده مهارة الإنصات يبقى عنده مهارات إدارية ناجحة وجيدة. الشخص اللي عنده مهارة الإنصات عنده قدرات ومهارات للتفاوض جيدة. الشخص اللي عنده مهارة الإنصات عنده ذكاء عاطفي، بيحس بالناس وشعورهم ويتلمس عواطف الناس ويقدرها ويتعامل معها على هذا الأساس. دي نقطة مهمة جدا، ما بيناش نحس ببعض خالص. طب ليه احنا ما بننصتش؟ خدوا بالك، واحد، مفيش برامج تدريبية في مصر متخصصة في مجال الإنصات، ما قابلتش. اثنين، احنا عادة بنفكر بسرعة أسرع من تحدثنا. يعني ايه بنفكر بسرعة أسرع من تحدثنا؟ في المتوسط العام الفرد يستطيع أن يتحدث بمعدل 125 كلمة في الدقيقة، لكن معظم الأفراد عندهم قدرة عقلية أنهم يقدروا يتابعوا شخص يتحدث ب 400 كلمة في الدقيقة لو أمكن ذلك. تخيل بقى، يعني ربنا عطينا قدرة عقلية نقدر بيها نتابع شخص يتحدث ب 400 كلمة في الدقيقة، لكن في الواقع إحنا بنقدر نتابع شخص يتحدث ب 125 كلمة في الدقيقة. ده معناه ببساطة إن الفرق ده إن الشخص بيستخدم كام في المية؟ 25% فقط من قدرته العقلية اللي ربنا منحها له. اللي بيخلينا نتابع ونستطيع إن إحنا نزود قدراتنا العقلية في هذا الإطار اكتسابنا لمهارة الإنصات. فالأفراد في معظمها تبقي 25% فقط مما تسمعه. عشان كده بره نجد الناس عندها قدرة عالية جدا على الإنصات، فقدراتها العقلية والاستفادة من حواراتها فيما بينها وبين بعضها ومن اتصالاتها فيما بينها وبعضها بتبقى عالية 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 جدا. في فرق كبير جدا بيننا وبينهم في هذا الإطار، لأن احنا عندنا مشكلة في هذا الموضوع. مراحل عملية الاتصال الإنصات، أنا آسف، الاستماع ده المرحلة الأولى، بعدين بتحصل تركيز على الرسالة، بعدين بتفهم الرسالة وتفسرها، وبعدين المفروض تحللها وتقيمها، وبعدين تعمل استجابة لها، وبعدين تتذكرها. مين فينا وهو قاعد بينصت لحد بيمر بالمراحل دي؟ إن إحنا ما نعرفهاش، ما تعلمناهاش، وكل شيء لم نتعلمه هو بالنسبة لنا عدم عدم، لأن التعلم هو المفهوم اللي بيديني آفاق عقلية معينة. كل شيء لا نعلم عنه هو بالنسبة لنا إيه؟ عدم، غير موجود أصلا، وبالتالي محدش علمنا الكلام ده. محدش علمنا، قالنا لما حد يتكلم معاك اسمعه، وبعد ما تسمعه ركز في الرسالة اللي هو بيحاول يقولها لك يوصلها لك. يعني الراجل ده عايز يقول لي ايه بالظبط؟ افهم الكلام ده وفسره، وبعدين حلله وقيمه كشخص متعارض معاك، متعارض مع قيمك، ها ها ها، حاجات كتير جدا. وبعدين استجيب. فقبل ما نرد على الشخص اللي بيتحدث معايا بمر بأربع مراحل، وبعد كده بيبقى سهل عليا أتذكر الموقف ده وما حدث فيه، علشان ما نخشش في تفاصيل في هذا الموضوع، لأن دي محتاجة في الحقيقة
يعني كل مرحلة من دول فيها تفاصيل زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لكم ده علم ويتم التدرب عليه، لكن مش 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 هضايقكم قوي بالتفاصيل. تعالوا نخش بقى في الحتة المهمة، احنا عايشين بإيه؟ عايشين بخبرات، لأن أنا بكتسب ممارساتي من خبراتي في الحياة، مش كده؟ طول ما أنت عايش تكتسب خبرات، الخبرات دي بتشكل ممارساتك ورؤيتك للحياة بكل ما فيها، مظبوط؟ جزء رئيسي من هذه الخبرة بيرتبط بالحوار، يعني طول ما أنت قاعد بتتحاور مع الناس وبتتفاعل مع الناس بتكتسب الإيه؟ الخبرة. فالخبرة والحوار هما دول الاثنين اللي مع بعض يقدروا يصححوا خطأك في الحياة أيا كان هذا الخطأ. يعني يعني كل منهما لازم لإتمام الفائدة، التجربة لوحدها لا تغني شيء، بل لابد من الحوار اللي يوضح التجربة ويفسر معانيها. لو ابنك أو بنتك مر بتجربة معينة وقفل على نفسه إن يفتح معاك حوار في اللي مر بيه لأنك مش معوده يفتح معاك حوار ويتكلم، أو مش معوداها تفتح حوار معاك وتتكلم، هتكون النتيجة إيه؟ هتكرر التجربة وتكرر الخطأ. لكن لو فتح معايا الحوار وقعدنا نتكلم، بمعنى الحوار اللي هنبتدي نخش في تفاصيله، هيبقى سهل عليه يفهم الإيه؟ الخطأ ويعدل من المسار. طب ازاي نبقى كده؟ واحد فيلسوف امريكاني مهم جدا في علومنا في مجالاتنا اسمه جون ستيوارت ميل. جون ستيوارت ميل ده عمل كتاب من اعظم كتب التاريخ اسمه On Liberty، عن الحرية. كلنا دلوقتي عمالين حريه حريه حريه، خلاص. الراجل ده تساءل سؤال في هذا الكتاب، قال اذا نظرت الى امرئ يوصف بعقله ورايه، يوصف بعقله ورايه، هل تعرف الاسباب اللي جعلته موضع تلك الثقه؟ اكتب امرئ يوصف برايك وعقلك اكتسب الصفات. واحد، مين فينا في الصفة دي؟ يفسح صدره لكل من ينتقد آراءه وسلوكه. مش اللي ينتقدني يبقى ضدي، مش اللي له رأي مختلف عن رأيي يبقى ضدي، اللي ينتقد سلوكي وتصرفاتي يبقى مش معايا. السمة التانية، هتجدوا شخص، ده اتصال خدوا بالكوا، يعود نفسه سماع كل ما عسى ان يقال ضده، يحب يسمع اللي بيتقال ضده عشان ينتفع باللي منه صواب وحق. شوفوا قد ايه، مش بس كده، ده يظهره لنفسه وللناس كلما سنحت الفرصة. أيوة أنا كنت خاطئ، أيوة أنا كنت مش فاهم القضية صح، لقد أخطأت، أنا آسف، أنا آسف. شوفوا قد إيه بقى، كم واحد مننا بيتسم بده؟ حتى لو عرف انه غلط الكبر، عزه مش كده؟ انا اقول ان انا غلطان، فدي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. النقطة الثالثة، ودي نقطة بقى في منتهى الأهمية،
مشكلة مشاكلنا دلوقتي في مصر. تجد هذا الشخص بيقتنع بأن الوسيلة الوحيدة للوقوف على أمر برمته هي استماع كل ما عسى أو استماع كل ما عسى أن يقال فيها من آراء الناس على اختلاف مشاربهم. مش نارو مايندد. يعني ايه نارو مايندد؟ لمؤاخذة يعني زي الثور اللي حطه في ساقيه مغمى عينيه كده عشان ما يشوفش غير السكة دي، وزاد تلاقيه عمال يلف في الساقية 7-8 ساعات ما بيكل ولا بيمل، وهو معتقد انه ماشي وهو محلك سر. ده الشخص النارو مايندد اللي هو بيشوف فقط ها الرأي اللي هو عايز يشوفه ولا يستمع ها لآراء الآخرين من مختلف المشارب. ولذلك تجد علماء العرب زمان لو قريت هتجد ان الواحد منهم كان موسوعة، هتلاقيه عالم في الدين، وبعدين تبص تلاقيه راجل فاهم في المعادن النفيسة وفاهم في الطب ومؤلف كتب هنا وهنا 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 وهنا. مهم جدا يا جماعه ان احنا نفهم القصه دي. فانت لو عايز تتصل بالناس لازم تبقى فاهم كده. لا يستطيع احد من البشر او من العلماء او الحكماء ان يستفيد اي شيء من العلم اللي بيتعلمه الا بهذه الصفات، الا بهذه الطريقه، ولن يكون في طاقة العقل البشري أن يبني شيء من ثمار الحكمة إلا بهذه الكيفية. أو من أوتي الحكمة فقد أوتي إيه؟ خلوا بالك. يبقى أنت عايز تبقى منصت، عايز تبقى متصل، عايز تبقى محاور جيد، تزعلش من اللي ينتقد رأيك وسلوكك، بل بالعكس ترحب بيه، تسمع كل ما يقال ضدك فتستفيد بما هو خطأ وتظهره لنفسك وللناس اللي حواليك لقد أخطأت. وحاجة تسمع كل ما يقال حوالين القضية من مختلف الناس ومن مختلف المشارب، هنا بس هتكتسب الصفات الجميلة دي ربنا وعدنا بيها. حاجة غريبة جدا بقى، احنا بنتصل بايه؟ بصوا، بالليسننج، بالانصات، بالتحدث، بالقراءة، بالكتابة. مش هما دول العمليات الاتصالية الأساسية بتوع البشر؟ بننصت، بنتكلم، بنقرا، بنكتب. لما شافوا ترتيب هذه المهارات في الحياة وجدوا ان اول حاجة بنكتسبها هي مهارة الانصات، وبعدين التحدث، وبعدين القرايه، وبعدين الكتابه، بالترتيب كده. الطفل الصغير كده اول ما حاجه يعني يسمع وينصت، وبعدين يبتدي يتكلم، وبعدين يبتدي يقرا، وبعدين في الاخر خالص نعلمه الكتابه. لما شافوا درجه استخدامنا extent used مدى الاستخدام لهذه المهارات في حياتنا، هنجد ان اعلى حاجه بنستخدمها في حياتنا ايضا ترتيبها الاول هي الانصات، يليها التحدث، يليها الكتابة، وآخر حاجة بنستخدمها هي قصدي القراءة، وبعد كده الكتابة. في المجتمعات اللي نسبة الأمية فيها عالية جدا زي حالاتنا كده، ممكن تلاقي الناس الأميين دول كل حياتهم قايمة على الإنصات والتحدث، لا في كتابة ولا في قراية. بصوا بقى لما رتبوهم على حسب درجة تعلمنا لهم بقى، أهو ده يوريك بقى لأي مدى احنا بنتعلمهم في الحياة. جت آخر حاجة بنتعلمها نمرة 4 هي الإنصات، يليها التحدث، يليها القراية، يليها الكتابة. الله 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 الله، ده احنا عندنا مشكلة بقى. فالإنصات هنا عندنا مشكلة جدا. تخيل بقى إن دي نتائج بحث على المهارات دي في الولايات المتحدة الأمريكية. 9% من مجموع ساعات اليقظة للفرد الأمريكي بيقضيها في الكتابة، و 16% في القراية. يبقى 25% من مجموع ساعات اليقظة
في القراية والكتابة، في التحدث 30 وفي الإنصات 45، يبقى 75% من مجموع ساعات اليقظة للشخص الأمريكي تحدث وإيه؟ وإنصات، 25% قراية وكتابة. معناه إن إحنا بنسمع أو بننصت وبنتكلم معظم وقتنا، مش كده؟ طب ده يدي أهمية للمهارات دي ولا يقلل أهميتها؟ يديلها أهمية. دي أهمية، يبقى لازم تعلم الناس إزاي يتكلم وإزاي ينصت. ده كل ساعات اليقظة بتاعته ما بيعملش أكتر منه، بيتكلم وينصت. إلا من رحم ربك بقى هيقراله شوية، وإلا من رحم رحم يعني اللي يمسك بقى قلم ويكتب، مش كده ولا ايه؟ يبقى المهارات دي لها قيمة كبيرة جدا في حياتنا. شايفين السهم ماشي كده، amount taught، درجة تعلمنا لها ماشية بالعكس، وده يوريك ان الانصات عندنا مشكلة كبيرة جدا فيه. تعالوا نخش في الحوار بقى. كل ده عن الانصات، قضية حاكمة. ما اقدرش اتكلم عن اي حوار او اي اتصال من قبل ما اتكلم عن الانصات واهميته. وديكوا شفتوا قد ايه اهميه هذا المهاره وهذه المهاره. العمليات الاتصاليه الاكثر شيوعا وانتشارا واحده بيسموها كده الكونفرسيشن. كونفرسيشن يعني المحادثه. فاكرين لما كنا ناخد كونفرسيشن؟ المحادثه. يعني ايه محادثه؟ يعني نتشارك مع بعض شويه معلومات وافكار، بس من اجل ايضاح وجهات نظر المتحدث، ومفيش نيه للتاثير في المستمع. انا ماشي قابلت فلان، وقفنا تبادلنا وجهات نظرنا في موضوع معين، ما عنديش نيه مسبقه ان انا اسيب اثر فيه، ولا هو عنده نيه مسبقه اسيب اثر فيه. دي اسمها ايه؟ محادثه. بنعملها في حياتنا كتير جدا. كرداشه. خلاص. النوع الثاني المناقشه. خد بالك الفرق ما بين العمليات الاتصاليه دي بعضها وبعض في الهدف. برضه هنا بنتشارك في معلومات وافكار، بس من اجل انجاز عمل معين. تعالوا بقى نقعد مع بعض نناقش الموضوع ده عشان نعمل كذا وكذا وكذا. هي دي مناقشه، دي اسمها ديسكشن، انك عايز تعمل شيء محدد. فتعالى نتشارك في معلوماتنا وافكارنا عشان ننفذ الشيء ده. ده اسمه مناقشه، ده غير الكونفرسيشن، غير المحادثه. في عمليه ايضا مهمه جدا اسمها الديبيت، المناظره. حد يعرف يعني ايه مناظره؟ يعني تشارك في معلومات وافكار بس من اجل الحصول على موافقة او تحالف الاخرين مع المتحدث. فاكرين ايام الانتخابات الرئاسيه لما اتعمل المناظرات ما بين دكتور ابو الفتوح وعمرو موسى مثلا على سبيل المثال؟ كل واحد واقف تيجي يقول معلوماته وافكاره عشان يكسب مين؟ المستمعين معاه. والتاني يقول معلوماته وافكاره عشان يكسب المستمعين معاه. المناظرات دي انا بطبقها مع الطلبة عندنا، بتجيب نتائج هائلة. بطلع يعني اثنين من الطلبة او اكتر ويناظروا بعض، والباقيين قاعدين بيستمعوا. وليه مين في الاخر؟ انتوا كنتوا مع مين؟ ارفعوا ايديكم. اللي مع فلان يرفع ايده، اللي مع فلان. طب ليه انت كنت مع فلان؟ وليه انت كنت مع فلان؟ ودي نفتح النقاش الحالي. بالظبط كده. المناظرات دي مهمه جدا كوسيله من وسائل الاتصال. لكن خد بالك بقى الفرق بين دول وبين الحوار ايه؟ بص بقى، الحوار ده بقى القمه. نتشارك في معلومات وافكار وخبرات عشان نفهم بعض، عشان نتعلم من بعض سواء بشكل شخصي او جماعي. طب بالسنه في هدف اهم من كده؟ تعالوا يا جماعه نتحاور في الموضوع ده، مش عشان نعمل حاجه، ومش عشان نسيب اثر في طرف معين، ومش عشان نكتسب
تأييد جماعة معينة لنا، وإنما لمجرد إن إحنا نفهم بعض أكتر ونتعلم من بعض بشكل شخصي وبشكل جماعي. شوفوا نبل هدف الحوار. عشان كده قلت لك الحوار في أساسه عملية تعلم، في حد ذاته هو عملية تعلم مش وسيلة اتصال. في الحوار بنستمع للآخر ولازم يستمع ليا الآخر. في الحوار أتحدث للآخر ويتحدث لي الآخر، تبادل. في الحوار بنمي فهم أعمق عن اللي بتحاور معاهم. في الحوار بتعلم من الآخرين وبتعلم كيفية طرح وجهات نظري على الآخرين. شايفين؟ بناء عليه نقدر نقول الحوار ده ايه؟ نوع من الحديث شفوي بين شخصين او اكثر، يتم تداول الكلام فيها او بينهم بطريقه متكافئه، محدش يستاثر على الحديث دون الاخر، يغلب عليه الهدوء. طب اهميته بتيجي منين؟ من خطوره القضيه اللي بنتحاور عليها دي واحد، ومن المراكز الثقافيه المتميزه للمتحاورين دي نمره اثنين. يبقى كل ما نتحاور حوالين قضيه هامه وخطيره، كل ما الحوار زادت اهميته، كل ما جبت افضل ناس يمكن ان تتحاور حول هذه القضيه، كل ما ايه الحوار زادت اهميته. دي نقطه مهمه جدا. طيب الحوار مش وسيلة اتصال يا جماعة، ده عملية تعلم. ما بتستخدمش الحوار عشان تتصل بالآخر، تستخدم الحوار عشان تتعلم من الآخر والآخر يتعلم منك. فزي ما انت شايف اهو في الحوار وعملية التعلم ده، معرفتك العلمية وخبرتك الشخصية لهم قيمة متكافئة. ما تستطيعش ان انت تتحاور مع الاخرين بمعرفه علميه فقط او بخبره شخصيه فقط، الاثنين لازم يبقوا موجودين.